ايه ملك ملك عين الله عليها، من شو بتشكي؟ خلص سيدي يلي بتشوفه. وبعدين انت يا غشيم لما كنت بدك تخطب وضحة لك يعني ما حذرت ولا حذيرة، ما في اغبى منك بالحزازير. لك لا يا سيدي انا ذكي، جربني. طيب رح جربه. هات لشو زائد في 9 بالحساب؟ ماني شاطر سيدي. شفت؟ طيب رح حذرك حذيرة تاني. هات. اذا معزاية مارقة من ناح النهر وثلاث ولدين على الطرف الثاني، كم زورق بيكون في بالنهر؟ عم تصعبها علي سيدي. لك شفت؟ بعدين من ناحية تانية بنته لسمعان، يعني مناسبة كتير لإلك، يعني هذا سمعان من الأعيان، إذا خطبتها بيصير لنا رجل بالمجلس، بيصير بحقنا نتدخل بالشاردة والوالدة. والوالدة؟ إيه لك. وبهيك حالة بنصير بحق لنا نتدخل بكل شؤون القبيلة. حاضر سيدي. حاضر سيدي، الله يحضر لك الخير. منقول مبروك؟ ولو سيدي أكيد. بدون بوس بدون بوس.